فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشرت رسالة عبر الجوال وهي يكتب عليها أو يكتب فيها لفظ لا إله إلا الله، أرسلها إلى 10 أشخاص وستسمع خبرا يسرك عن جد وعن تجربة، فما حكم إرسال هذه الرسالة؟ هذا تضليل، هذا تضليل، ويستخدمون هذه الحيل لإضلال الناس، هذا بدعة ولا أصل له، ويجب إنكار هذا الشيء على من يفعله. من علمتموه يعمل هذا فأنكروا عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وادعى علم الغيب، هذا ادعى لعلم الغيب، يقول سترى وتسمع، هذا ادعى لعلم الغيب، هذا لا يجوز. نعم.